سينودوس البطل كولنطار من حاطين نظام بقول أنا لنفسي هالشي وأنا بقول لهم للكهنة أنا تحت القانون إذا شي نهار بتشوفوني عم خالف شي مرة قالولي أنا ما بقبل على حالي ولكن لما أقبل على الآخرين ما أريد تطبيقه على الآخرين رح طبعه على نفسي بس كمان ما حدا بقى يكب الطابع الثاني ما حدا يحب يكب المسؤولية الثاني تعرفوا بالإصبع لما بيشيروا لواحد أنت عملت هيك في مرة سمعت الخبرية في ثلاث أصابع بدلوا علي في إصبع بيروح لهوني أنت عملت هيك أو أنت عملت هيك بس في ثلاثة عملوا لي بس أنت عملت هيك وهيك وهيك ما حدا يلقي المسؤولية على الآخر كل واحد يقول يا رب أنا شو عم بعمل البطرك الراعي كان بعده مطران جديد سنة 89 مرة عم نسأله وكنا شباب حماسين شو بدنا نعمل؟ قال له كل واحد يلمع البلاطين اللي واقف عليهم كل واحد يلمع البلاطين اللي واقف عليهم كل واحد هو بعلاقته مع الرب يظبط حاله بيشتغل بمخافة الله بيرجع على الرب ويعيش فيها بالإنجيل نحن الحياة اللي أعطانا إياها يسوع حياة أبدية وملء حياة عشان هيك مشروع هو مشروع الخلاص ذكره طبعا الرب يسوع أنا المفروض أعمله ولكن في خدمة رعوية فعلية مباشرة وناحية تانية في خدمة الإدارة والتنظيم لأنه مش هيدي هم الأول أنا لست رجل أعمال لست مدير مصرف أنا ماني موظف ولا مدير ولا صاحب شركة أنا جيت لأرعى راعي جاي لأختمكم أنا مش جاي بس كل نهار همي باعت على الأرض ونزلت على الأرض وهي الشقة وهذا هيك وهذا عمل هيك هيدا جزء ما راح ضيع وقتي كله على هالشغلة وما حدا يفكر انه معش عم نام مش رح نام لانه شو بعرفني بهالوقت لانه الصينيه كان لازم منه هيك عملوا هيك طلعوا هيك بدل ما تحطوا طاقه وجهد كبير على المصاري والطرش والخشب والحيطان حطوا طاقه وجهد على العوده للرب على التبشير بيسوع مثل ما انتم عم تطلبوا لي حقكم 100% انا رح طالبكم ماذا فعلتم بكلمه الله في حياتكم؟ مين منكم اللي بيقرا الانجيل؟ كم حدا اليوم انا اذا بعمل تيست صغير فحص صغير شو هي اعظم وصيه لما سالوا يسوع شو هي اعظم وصيه شو قال لهم يسوع؟ شو قال لهم؟ غير غسان وغير الابونا شو هي اعظم وصيه لكن؟ شو هي اعظم وصيه؟ لا لا اجى احد الكتبه موجوده بمكه ومن اصول لغه قال له ليسوع ما هي معلم ما هي اعظم الوصايا شو جاوبه يسوع؟ لا ما بدي الكهنه يجاوبه اذا بتقول عفوا 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 لا لا نعم احبب الرب الهك من كل قلبك وعقلك وقوتك ونفسك هذه الوصايا اذا هيك سؤال هل قد احبجهم؟ إذا هيك سؤال يعني نحن أبسط الأبسط من الإنجيل ما بنعرفه ما بنقرأ فأنا رجائي ما بدي كب مسؤوليات عمين أنا بدي أقول رجائي إنه ما عشان مشكلة عقلية الغفران جورج تعقوني جزيل الشرف والوقار قدس الآباء الروحيين والشماس الإنجيل الأفاضل رئيس المجلس المحلي السيد أبو نمر محمد الشامي المحترم مديري المدارس الأفاضل أيها الحضور الكرام بتاريخ الخامس من شهر آب الماضي ليلة عيد التجلي الإلهي تم تنصيب سيدنا جورج مطراما أصيلا راعيا لأبرشيتنا العكاوية الحبيبة لم نكن نعرف شيئا عن سيادته لكن شيئا فشيئا صرنا نلتقط بعض المعلومات اليوم نعلم أن مطرمنا الجديد حتى وإن جاء من لبنان الشقيق فهو أيضا فلسطيني في بعض أصوله لكن ليس لأجل هذه الأصول فقط نحبه ونحترمه نحن نحبك ونجلك يا سيدنا لأجل ذاتك ولأن الله اختارك لترعى كنيسته في الجليل والله أبدا يختار الصالحين
اليوم نعلم أيضا أن حياتك قبل الكهنوت كانت مليئة بالمهام المرموقة والتمييز، خصوصا الرياضيات وإدارة الأعمال والمحاسبة وغيرها. أما حياتك الكليريكية فكانت مفعمة أيضا بالمهام التي تحتاج إلى كفاءات جمة كنت لها أهلا. هذه المعلومات يا سيدنا التي تثلج صدورنا وتبعث الأمل والرجاء فينا، هي التي دفعتني شخصيا عندما كان لي الشرف إلقاء كلمة أثناء زيارة وفد من الرعية لتهنئتكم في دار المطرانية. دفعتني أن أتساءل، هل أهنئكم أم أهنئ أنفسنا؟ وهل أبارك لكم أم أبارك لأنفسنا؟ توليكم ورعايتكم لأبرشيتنا. على أي حال يا صاحب السيادة، نحن سعداء بكم ولنا كل رجاء أن تقودوا دفة السفينة إلى بر الأمان والاستقرار، وأن تحظى الأبرشية في عهدكم بالمكانة واللحمة والقدرة كجزء عزيز من مجتمعنا في هذه الديار. أما بشأن قريتنا المكر الحبيبة، فنحن يا سيدنا نعيش بمحبة واحترام مع إخوتنا المسلمين. لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على مر العصور بهذه المودة والتعاون، وسيعيش أبناؤنا هكذا بإذن تعالى. وبما يختص بكنيستنا، ودي كمسؤول في المجلس الرئوي أن أطمئن سيادتكم إنني وزملائي في المجلس نعمل بكامل التعاون والمحبة مع كاهننا الحبيب أبونا إبراهيم ومع بعضنا البعض. والحمد لله فقد تمت منجزات كبيرة بفضل الله وتعاون إخوتنا أبناء الرعية المباركة مع كاهننا والمجلس الرعوي. ليس الوقت مناسبا اليوم يا سيدنا لإطلاعكم على ما قمنا ونقوم به لصالح كنيستنا. المستقبل بعون الله قادم ونحن على أتم الاستعداد. كمان إيش سيدنا بحب أقول لك إياه، إنه إحنا في سنة 2000 أقمنا هون بالكنيسة بما يسمى مدرسة الأحد، تعاون مع أبونا إبراهيم شباب وصبايا من هاي البلد. التي لا يهدر لها بال أبدا. أملنا هو أن نرى صروح الشامخة، أعني بها رجال الدين في وجههم الحلو، والوجه البشع لا نريده أبدا، لأن إذا كان لنا وجه بشع فنحن نضيف في حلقة هذا الظلام أشباحا تحصد الأخضر واليابس. ثقتنا كبيرة ليس بكل رجال الدين، لأن السفينة التي تسير بنا تلاطمها أمواج كثيرة وعديدة، إذا كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية وخاصة اقتصادية كذلك الأمر. لذلك نحن بكم وبأمثالكم وبصلواتكم سنخوض معركة الحياة في هذا الجليد لكي تلتئم جروحنا الكثيرة ويتلاشى خوفنا من المستقبل، ولكن إيماننا الراسخ الوطيد بأننا إخوة، وجه مسلم معتدل هو الذي نريده لحياتنا.
ليس أن نكون ذميين أو غير ذميين، ليس هو هذا المفهوم. مفهومنا اليوم أننا كما قال الله لإبراهيم تكون أبا لأمم كثيرة، فنحن هكذا نحيا، هكذا كنا وهكذا سنبقى. والمتحدثون يؤكدون على حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين كل الأطياف. وأخيرا نود أن نؤكد أن ما يسمى بالاختلافات الطائفية صنعها الإنسان وليس من صنع السماء. فلذلك نحن مدعوون بالرب من أي طائف كنا أو من أي طائفة كنا إلى أن نكون وحدة واحدة تأبى العصي إذا تجمعنا تكسرا. وكلمة خاصة للأب إبراهيم الذي ترعرعنا على يديه المباركتين في كفر يسيف عندما كان يخدم، وما زالت أطلاله كخولة هناك باقية في ظاهر اليد. فدفء محبته ورسالته وعمله كانت واضحة وما زالت آثارها راسخة في قلوبنا. لك الحياة يا أبانا في رعاية ليست هذه الطائفة، لأننا كما علمتنا لسنا بطائفيين لهذا البلد المكرام المكر الذي كان بلدين. هاي كلمة كان نسيناها. يسعد صباح الجميع الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بضيفنا العزيز من جنوب لبنان لحتى بلادنا. إن الشرف بزيارتك على بلدنا اللي هي جديدة مكر كبلد فش طوائف. إحنا طائفة واحدة، إحنا أولاد شعب واحد، إحنا إخوة في هاي البلد. نتأمل إن شاء الله كل سنة بهذا الوقت في 19/10 تزورنا على بلدنا، لأنه أنا برفع راسي لما بشوف إخواني وأخواتي وبشوف حبايبنا وأهلنا وإبياتنا عنا. هذا اليوم ما أنسى للأبد، لأنه هذا تاريخ إلي، فزيارتك إلي دائما بتذكرني بهذا اليوم، لأنه اليوم عيد ميلاد إلي. سيدنا انه في هذا التاريخ دائما تحب تزورنا بهذا التاريخ. اهلا وسهلا فيك ويا ريت مرحبا، ونتامل ان شاء الله من سيدنا لقدام ايدينا مفتوحه لك، وطبعا انت تحضن هاي البلد لاي مساعده موجوده، لانه لابد انه احنا دائما سيدنا بحاجه الى وبحاجه لامثالك. اهلا وسهلا فيك ويا ميت مرحبا وشكرا لكم وكل عام وانتم بخير. الحمد لله. ما انا بالكاهن الصغير امام عظمه سيادتكم الجليل، لا اشحد من احد سلاحا وصديدي على صدري دليل. ولست من اهل الخطابه وعلى المنابر كالنسيم عليل. بارك بيمينك الجمعة فإني لم أجد سواك مثيل. من أرض لبنان حللت شامخا كأرزه جميل. غيثك يروي السائل وإيمانك يشع بالقنديل. اعمل على جمع الشتات فنحن أهل الوحدة لا بديل. كفانا رومي وكاثوليكي فكلنا بالمسيح نبغى السبيل. يا من اتخذت المسيح سلاحا اعمل بقوله فتملك الجليل. حللت اهلا ووضعت سهلا فانت يافع ووجهك جميل. عذرا ان غبنت فكل لغات العالم في وصفك تستحيل.
ارحب بالكهنة الحاج القاضي الجميع السيد ابو النمر الاخ والصديق ورفيق الدرب رئيس المجلس المحلي جلالة المكر، واذا كان معه اعضاء مرافقين. واخص بالذكر ايضا مدراء المدارس المحترمين في هذا البلد، اهلا وسهلا فيكم جميعا، شرفتونا. ايها الحفل الكريم، اسمح لي يا سيدنا ان احييك وارحب بك، فكم يسرنا ويسعدنا انضمامك الى العائله المكرويه المتواضعه. ويا سيدنا كم يشرفني ان اقدم لك اخوتنا من الطائفه الارثوذكسيه، واخص بالذكر اعضاء المجلس الرعوي الارثوذكسي في قريه المكر مندوبين بالاخ اسامه بولس. هذه الطائفه التي تتنسم بالطهر والمشاعر الصادقه، والتي تنبع من قلب نقي ومشرف نحوك يا صاحب السعاده. وبكل حب واحترام وشوق نستقبلك ونفرش لك الطريق بالورد، ونعطر حبر الكلمات بالمسك والعنبر، لتصل بركاتك يا سيدنا الى قلوبنا وعقولنا. فيا قاصد المكر، مهلا حين تاتيها زر بيعة الله، والقي الحبر واعيها، واكتم والثم يديه، تنل من راحتيه رضا، يهدي خطاك فلا تهوي وتدميها. انت شيخ جليل له في حقل ملتنا مآثر كنجوم في لياليها، عزم الشباب وحزم الكهل شيمته، وجودك وجودك كالمسك فاحت في نواديها. حكمة الشيخ تستهوي مجالسه، يروي العظات ويعطيها معانيها. في كل قرية وفي كل بلد لك ذكر ومكرمة، في الشرق والغرب قاسيها ودانيها، وإلى سنين عديدة يا صاحب السعادة، أهلا وسهلا فيكم جميعا. وهو الرياضات الروحية لمرشدين، والتي من خلالها يتغذى المرشدون بكلمة الرب، ويزيدون من معرفتهم لينقلونها لأطفال الرعية الذين يلتقون بهم كل يوم سبت في حضن كنيستهم وتحت رعاية أبانا إبراهيم أطال الله برمه. سيادة المجرم، من كان يتوقع أن نلتقي ثانية هنا وفي ديارنا، حيث قبل سنة ونصف تقريبا تركنا عمان ولدينا رغبة شديدة في لقاء شخصكم الكريم مرة ثانية، إلا أن الأمل كان ضئيل فالظروف قاهرة. وجهنا صلاة لله أن تزورنا ويلتقي بك زملاؤنا وأصدقاؤنا، ويروا بأم أعينهم هذا الرجل الذي لقيناه وسمعناه ورافقناه لمدة ثلاثة أيام لا تنسى. وكان قدرة الله أقوى من كل الظروف، وشاء العلي أن يرتب الأمور فيتم تعيينكم لتكون راعي أبرشيتنا الجليلية ورئيس كهنتنا، فأهلا وسهلا بك. مدرسة الأحد ابنة الخمسة عشر سنة أخذت لنفسها أسم درب المحبة، وارتهجت المحبة في رسالتها، وأخذت على عاتقها مهمة زرع كلمة الله في نفوس الأطفال وتذويب محبة الله في نفوسهم، كما وأنها ترافقهم وتساعدهم في النمو مع الرب يسوع، وذلك من خلال نشاطات وفعاليات روحية ترفيهية ثقافية تمتد على مدار السنة الدراسية. خلال هذه السنوات قامت وما زالت مدرسة الأحد تقوم بتنظيم رحلات دينية ترفيهية وزيارة الأماكن المقدسة، إلى جانب المخيم الصيفي السنوي والذي يجمع أبناء البلدة ككل دون أي تمييز، ويقدم لهم أفضل وأجمل الفقرات والخدمات. كذلك تحتفل عائلة مدرسة الأحد سنويا بعيد الميلاد المجيد بحفل الذي أصبح حفلا تقليديا ينتظره الأهل بفارغ الصبر ليروا إبداع أبنائهم وبناتهم. يخدم مدرسة الأحد مرشدين ومرشدات، كانوا بالأمس أطفال في المدرسة
تخرجوا منها وها هم يخدمونها. واليوم أطفال مدرسة الأحد هتفت مرحبا بكم، أهلا وسهلا شرفتونا وبكنيستنا نورتونا. طالبة منك يا صاحب السيادة مباراة جايز والحكمة، لأنهم بيسألوا بلد القداس للطرف والصاف اللي بنا وأثرت به الأجيال في أحلى عواميد. مدرانا الراعي المفقود جاي مرحبا حامل سلام لبنان وريحة الأرض في دياله، رسول لجل الخير جاي للقلب في يجمعنا، وهذا الحضور الكبير جاي لون كرماله رأينا مرحب فيه أهلا بك عنا. جمعتنا بهاليوم عنصرة للرب جلاله، ونحن فيك بنحتمي يا سر خيمتنا، رأينا يا الحارس قطيعه مهتم بحواله، يا خاتم المسيح الجاي باسمه تخدمنا، تنشر تعاليمه يتثبت اقوالك باقواله، نور علينا نهار من النور اللي لايعلنا، حتى الشجر من فرحته لوح على قباله، وابتسمت لنا البسمات من فرحة قلوبنا، ارتاح الفكر من الهموم هدية احواله. هاي الزيارة لي اشتدت عزايمنا، جمعت بين الديان لاجلك هنا حل. ولكن ما يحدث للطائفة المسيحية في الشرق لا نحسد عليه. بدون شك نلاحظ أن هناك تراجع كبير في الكيان المسيحي الموجود في هذه الديار. تراجعاً أيضاً في العدد، وتراجعاً في التمسك بالكنيسة، وهذا أمر يجدر أن نبحثه بحثاً عميقاً. أريد أن أطرح ثلاث نقاط يجدر للرئاسة الروحية وللراع الصالح أن يضعها في محور عمله. المحور الأول علاقتنا مع ذاتنا، والمحور الآخر علاقتنا مع غيرنا، والمحور الثالث من نحن في هذا في هذه الديار. علاقتنا مع أنفسنا أقصد علاقة المسيحي مع المسيحي. يسرني كثيرا أن أجد تكاثف بين الطائفة الكاثوليكية والطائفة الأرثوذكسية في هذا المكان. يسيء لي كثيرا أن أرى أحيانا بعض الآباء يرفضون أن يدخلوا كنيسة أخرى، وهذا حدث قريبا للأسف. من غير المعقول أن يرفض مسيحي التآخي مع مسيحي لأنه يختلف من ناحية الكنيسة. السيد المسيح كان يجالس أعدائه، فكيف لا نجالس بني الطائفة وإخوتنا؟ وقد ذكرت سيادة المفران قضية توحيد الأعياد، وذكرت أيضا وأريد أن أطرحها مجددا. قضية توحيد الأعياد يعني لا يعقل أن نكون في هذه البلدة في هذه الديار في بلد المسيح وكل منا يعيد في تاريخ آخر، غير معقول. وللأسف في كثير من الأحيان يأتي التغيير من الرعية وليس من الرئاسة الروحية، وبهذه الحالة تكون الرئاسة الروحية ليست في موضع قيادة، حتى تكون في موضع عائق أحيانا. لقد طرح موضوع توحيد الأعياد مرارا في هذه البلدة، وكانت معارضة من أطراف لا أظن إنها أطراف. يكفي إحضار الجميع بما يلك به، لكنا دعونا الجميع. بيننا اليوم باقات محترمة منهم، نبعث بواسطتهم ومن خلالهم التحية والاحترام والمعايدة للجميع، سائلين الله جلت قدرته أن يحفظهم على اختلاف طوائفهم ومعتقداتهم. إننا يا سيدنا نعيش في هذه البلدة جسدا واحدا، إن تألم فيه عضو تألمت له باقي الأرض. آمالنا واحدة وآلامنا واحدة، نواقصنا متشابهة وتطلعاتنا أيضا متشابهة، والأهم
أننا نحب بعضنا بعضا ولا نسمح أن يخترق أي فاتن وحدتنا كأن كائنا من كان. وإخوتنا الروم الأرثوذكس، فكما أن ما يفصل وحدتنا كما أعتقد أمور واعتبارات يمكن تسويتها، يعني في ألطف تعبير، فإن ما يفصل كنيستينا في المغرب شارع واحد فقط كما رأيت يا سيدنا. لذلك بدأنا منذ سنوات نعيد الفصح وما يتعلق به قبله وبعده معا، وسنبقى ببركتكم وصلواتكم على نفس النهج، لا نشترط على إخوتنا أي شرط مطلقا، فإذا رتلنا للقيامة نرتل معا. ونكتفي حاليا بأن نصعد مع السيد إلهنا معا في عيد الظهور. وهذه الرعية المباركة يا سيدنا يخدمها كاهن منذ أكثر من 36 سنة لم يستطع أن يقدم من ذاته شيئا، بل خدمها وخدم البلد بأسرها بما منحه الله من قدرة، وبمعونة مجالس رعوية عديدة خدموا كنيسته بمنتهى الحكمة والإخلاص والإيمان. إنهم جميعا يستحقون كل دعاء بالصحة وطول العمر. يا جيورجيوس سيدنا، إنني أناديك باسم شفيعك العظيم في الشهداء لأنني أحبكما كثيرا. ولكن في الفرنسية ترجم كلمة ديسبوت إلى ديسبوت. ديسبوت في الفرنسية تعني السيد المستبد. أنا لست هنا لا دكتاتورا ولا سيدا مستبدا، أنا هنا وأعني ما أقول خادما، أنا هنا لأخدمكم أخوتي، ولكن ساعدوني لأعرف كيف أخدمكم. لست على علم بكل الحاجات والمتطلبات، ولكن حضور الجميع حولي يساعدني على معرفة وتمييز مشيئة الله. أيضا أقول لإخوتي الكهنة إلى أي طائفة قبل، أنتم معاونون للأسقف، يا أي أسقف، لذلك ساعدوني أيضا بذلك بإرشاداتكم وكلماتكم على كيفية التصرف. بالنسبة للعلاقة مع إخوتي المسلمين مع مكونات هذا المجتمع، أنا ما أقوله في الكنيسة أقوله في دار المطرانية، أقوله في غرفتي وأقوله علنية، ليس لي ازدواجية أو عدة كلمات، ما أقوله في الخفية أقوله في العلنية. أنا أؤمن أن الله خلق الإنسان لتكون له الحياة. الله لم يخلق الإنسان ليقتله بل يمنحه الحياة وملء الحياة. فلا دين إلا ما يهدف إلى أن يكون الإنسان حياة كريمة. وأنا أقول للجميع ما عشته في لبنان أعيش هنا. أنا رسول سلام ومحبة ووحدة، ولا يمكنني أن أكون غير ذلك. وفي أحد اللقاءات التي كنا نعقدها في سور بين أبناء الأبرشية وأحد المفتيين، سألت أحد السيدات لسماحة المفتي سؤالا لاهوتيا عن الفروقات اللاهوتية بين الإسلام والمسيحية. أجابها المفتي: عندما نذهب إلى السماء، عندما نلتقي بالله، هناك نكتشف من كان على حق، أنتم أو نحن. أما من الآن إلى حين موت الجميع، ما يهمك أن توجه لهذه السيدة هو كيف أتعامل معك، وما يهمني هو أنتم كيف تتعاملون معي. إذا قلتم أي أنتم المسيحيون أن لديكم أفضل دين، وهذا لا يترجم ولا ينسحب إلى علاقات سلامية ومحبة وخدمة للآخر، ماذا ينفعني دينكم؟ وإذا قال المسلمون أن لديهم أفضل دين ولا يترجم ذلك بمحبة واحترام وسلام وتقدير الآخر، فماذا ينفع ذلك؟ هذا كان جواب